أعلنت شركة بلانت لابز الأمريكية المزود للبيانات والرؤى اليومية حول الأرض أن هناك تعاونا يرتبط بتبادل بيانات مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري في مملكة البحرين لتعزيز مبادرات التخطيط الحضري في جميع أنحاء المملكة ويسلط هذا التعاون الضوء على جهود مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما الهدف الحادي عشر وهو مدن ومجتمعات محلية مستدامة من منطلق تحسين جوده الحياه في المدن والمساحات الحضريه وانطلاقا من الجهود التي تبذلها كافه المؤسسات الحكوميه في مملكه البحرين من اجل تنميه مستدامه تتفق مع رؤيه البحرين الاقتصاديه 2030 أعلنت بلانت لابس المزود للبيانات والرؤى اليومية حول الأرض أن هناك تعاون تبادل بيانات مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري في مملكة البحرين لتعزيز مبادرات التخطيط الحضري في جميع أنحاء المملكة ونفذت إيتوسكاي نظاما متقدما للتخطيط الحضري. وتجسد هذه التقنية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي مع صور الأقمار الصناعية عالية الدقة نهجًا متطورًا للإدارة الحضرية الحديثة بالاستفادة من صور الأقمار الاصطناعية التي تغطي مساحة 850 كيلومترًا مربعًا في المملكة مما سيساهم في دعم التطور التقني بمجال البناء والتعمير. من خلال الكشف المبكر عن التغييرات والمخالفات الأمر الذي سيصب في نهاية المطاف نحو ترسيخ مكانة مملكة البحرين الريادية في التحول الرقمي ورفض أهداف التنمية المستدامة ويدمج هذا النظام المتطور بيانات الأقمار الصناعية عالية الدقة مع قدرات تحليل اكتشاف التغيير المتقدمة من إيتوسكاي لمراقبة وتصنيف التغييرات المختلفة في المنطقة، بما في ذلك التعديلات على المباني القائمة وعلى الأسطح وتحولات الغطاء النباتي وتغيرات المياه، وأدى هذا النهج المبتكر إلى زيادة فعالية أنشطة التحقق من صحة تصاريح البناء من قبل البلديات، ما يسلط الضوء على التأثير الإيجابي الكبير للنظام على الإدارة والتخطيط الحضري. والتعاون بين مملكه البحرين وعدد من المؤسسات العالميه المرموقه في هذا المجال وكبه ايضا تحديث في التشريعات خاصه بعدما وافقت حكومه مملكه البحرين برئاسه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الاشتراطات التنظيميه في مناطق المشروعات الاسكانيه والدليل المنظم لها وهو القرار الذي مثل خطوه مهمه لتحديث الانظمه وتطبيق معايير جديده تهدف الى معالجه المشاكل السكنيه وتحسين الاوضاع التنظيميه وتحسين جوده الحياه السكنيه اتفاقا مع اهداف التنميه المستدامه لا سيما الهدف الحادي عشر وهو مدن ومجتمعات محليه مستدامه